عايز حاجه يا برام اجيبها لك من تحت وانا جاي؟ راح فين كده يا بابا؟ انا رايح دار الايتام اللي انا كنت احكي لك عنه. السادة يا بابا انا نفسي اروح مكان زي ده قوي، خدني معاك. ازيك يا استاذ احمد عامل ايه؟ انا بخير والله يا استاذ غالي. امال مين الشاب ايه ده؟ ابرام ولا كبرت يا ابرام؟ ايه ده وانت حضرتك تعرفني منين؟ ده انا اول مره اجي هنا. يخص عليك يا ابرام، نسيت عمك احمد ده، انت ما كنتش بتشوف غير على ايدي. ايه ده؟ والله يخص عليك يا ابرام، ده انت ما كنتش بتحب حد غيري قبل ما اجي اخدك استاذ غالي من هنا. ايه؟ ما الجهين اللي خدوني منه ولا جابوني هنا ولا ايه يا بابا اللي بيقول الكلام ده الحقيقي؟ ولا انا ابنك ولا انا مش ابنك يا بابا. يا ابرام انت كده كده كان مسيرك تعرف الحقيقه، احنا فعلا خدناك من الدار من هنا، بس ده ما اظنش ان احنا ولا قصرنا معاك ولا انا ولا امك. ايه يعني انت مش ابنك ولا انا ابويا ولا انا ابني؟ لا يا عم انا مش مصدقك ولا حصل. ماما هو انتوا فعلا جايبيني من دار ايتام؟ ولا انت ابويا ولا انت هو ولا هو انت؟ كنت متاكده برضه ان هيجي وهتعرف، وكنت متاكده برضه ان ابوك هو اللي هيبقى السبب. ايه يعني انا مش ابنكم؟ لا ده انتوا متشكرين اول حد كده. انا لم هدومي بقى واروح اشوف حته اقعد فيها. لا يا حبيبي ما تاخدش هدوم، افرض جبنا حد مكانك كل شويه نشتري في هدوم. ايه طب انا اروح فين دلوقتي؟ انا هخش انام جوه ما حدش يصحيني 5 يومين 3.